وصية العندليب الأسمر. اسم الولادة عبد الحليم علي إسماعيل شبانة. الميلاد 21 يونيو 1929 الشرقية المملكة المصرية. الوفاة 30 مارس 1977 47 سنة. سبب الوفاة تشنع الكبد. بعد رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وجدت أسرته وصيته التي يوصى فيها بأن تؤول كل فروته إلى أشقائه وابن خالته شحاتة وزوجته فردوس وألا تباع شقة الزمالك بل تظل مزارا لجمهوره ومحبيه كما صرح محمد شبانة نجل شقيقه أن عمه ترك 40% من شركة صوت الفن والتي عليها الآن مشاكل قضائية ومنزل بالعجمي. كما ترك حليم سيارة مرسيدس التي اشتراها بالفعل سياد الطويل.